بصفتي أنا جيت سعيد وجيت ممتن ولي الشرف أن أحضر هذا لأول مرة هذه الدورة، دورة المجلس الجهوي بعد التعيين الملك السامي وبعد الثقة الغالية لسيدنا المنصور بالله. وهذا الثقة كما تعلمون هي تشريف وفي نفس الوقت مسؤولية من أجل المزيد من العمل، المزيد من الجهود، المزيد من التعبئة وحشد الطاقات من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة العزيزة علينا جميعا عبر بعض النقاط اللي جميعا فيها. أولا تشجيع الاستثمار ومزيد من خلق فرص شغل، إن المشكل الأساسي لدينا بالأساس هو مشكل البطالة، بطالة الشباب، بطالة حامل الشهادات واللي ما عندوش شهادة. لهذا تشجيع الاستثمار من بين الأولويات، وذلك بتسهيل المصادر وخلق واحد المناخ ديال الاستثمار باش نجلبوا أكبر عدد ممكن من المستثمرين لهذه المنطقة. كذلك النقطة الثانية وهو تسريع الطوراج، تسريع الطوراج للمنجزات خصوصا الأوراش المتعلقة بالبنية التحتية يعني المرافق الاجتماعية الضرورية في المناطق القروية والمناطق النائية. والنقطة الثالثة وهو تدعيم الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، أولا لترشيد النفقات ولإنجاز يعني مشاريع تكون متكاملة جميع النواحي من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الاستغلال ومن ناحية الموارد البشرية إلى غير ذلك. لأن اليوم في بعض الأحيان كنلقى واحد عدد ديال المرافق منجزة ولكن لا تستغل لأسباب عديدة، إما نقص الموارد البشرية، إما نقص التجهيزات، إما الطرق ما كايناش، إما نقص صالح الشغل إلى غير ذلك. ولهذا تدعيم هذه الالتقائية بين مختلف قطاعات وزارية ضرورية جدا. والنقطة الأخيرة وهو الإصغاء للساكنة وتسهيل يعني تسهيل ما يمكن تسهيله بالنسبة يعني كل ما يتعلق بالمسائل الإدارية للمواطنين. ومن ضمن هذه المسألة مفصلة مول والمفصل الإرادة باش يعني نسهلوا المصادر بالنسبة للمواطن اللي عنده وثيقة إدارية بدل باش تعطى في يومين ولا ثلاثة أيام خصها تعطى في الوقت. إذا كان عنده الحق، إذا ما عندوش الحق خصنا نقولوها بكل وضوح بكل شفافية، ما عندكش الحق في الوثيقة ما كان علاش غادي نقرر الشيء السير وجيه إلى غير ذلك. ولهذا يعني هذا الإصغاء للمواطن وتحسين الأداء للإدارة وتحسين الحكمة ضرورية جدا من أجل الرفع من وتيرة الإنجازات ومن أجل الرفع من عيش السكينة بشكل